مدام نيفين ثروت باسيلي مدير برنامج أين أنت ورئيس مجلس إدارة نادي أمون. صباح الفل يا مدام نيفين. صباح الخير عليكم. صباح الفل، صباح زي الفل يا حضرتك. مدام نيفين، أنا عايز أقول لكم موضوعكم فعلا ما يحتاجش حلقة واحدة بس، لأن في ناس كتيرة بتصرفات أكتر زي المدام اللي بتعرض مشكلتها، أنا لسه بسمعها. أنا حابب رأيك يا مدام نيفين، هي جوزها بيضربها ومصر إن هو يضربها ما ينفعش تدخلات أي حد، ودخلت لا الآباء الأهل ولا هنا العيلة وهنا والعيلتين والكنيسة، ومع ذلك لسه بيمد إيده عليها، رأيك إيه؟ تنصحيها بإيه؟ أنصحها إنها تاخد وقفة بسيطة وهي في البيت، لا تغضب ولا تسيب البيت ولا الكلام ده، إحنا ما عندناش الكلام ده. أمال إيه؟ تعمل إيه؟ محترمة تسيب بيتها. تبتدي بقى اولا تصلي له وتحط اسمه على المذبح. انا مش بتكلم كلام بقى يقولوا مدام نيفين متدروشه، لا ده حقيقي. لا لا لا، اصل في بعض الناس يا اسحاق بتتكلم بالعقل بس، احنا ربنا مدينا قلب وروح قدس جوانا. طب دي اول خطوه، الخطوه الثانيه تعمل ايه؟ ترش البيت ميه لقان وتجيب كاهن يصلي وتاخده من ايده كده، الاب اعترافه يعترف ويتكلم، حتى ما دام معترف بخطأ بيقول خلاص مش هعمل تاني، تصلي من اجله. ام الغلابه قعدت تصلي من اجل جوزها اكثر من 50 سنه. انا مش عايزاها تيأس، لكن كمان ما تضغطش على اعصابها، وقت ما تحس روحها خلاص مش قادره تستحمل ممكن تاخد مثلا ابنها يوم يومين، تروح عند ماما تغير جو وترجع، تقول له تعالى نخرج كلنا. مدام نيفين، مدام نيفين، مع الشخصيات الصعبة، لو أنا خايف على يعني، وهي طبعا يعني وأي أم أو أي ست كده خايفة على أولادي أو على ابني وهو بيشوف مامته بتتضرب أو بتتهان، ده بيأثر في تربيته وفي نفسيته وفي شخصيته، فإزاي أنا يعني أحافظ على نفسية ابني إنه ما يشوفش الحاجات دي؟ فحاجة برضو تنصحيها في النقطة دي بإيه؟ لازم، صح، هي معاها حق إن ابنها ما يشوفش الحاجات دي، هبة طبعا. يبقى في الحالة دي يبقى كلام قاطع من أب كاهن، حد له كلمة عليه إن الولد ما ينصحش يشوف الكلام ده. طبعا. مستحيل، لأن كده هو بيربي جيل معقد، وهيطلع يعمل في مراته كده على فكرة. أه طبعا. من شبه أباه. بالظبط، هي تعمل كده وما تيأس، تفضل بحلول الكنيسة. أب كاهن شديد، حد هيزعل، يشوف هو أكتر حد مثلا مامته هتزعل منه أو بيحاسب قوي على زعل مين في العيلة عنده، وتكبره وتقول له أهو. يبقى لما العيلة كلها تشترك معاها، مش بس يحاولوا يصلحوا خلاص، لما يحس ان الناس كلها نفرت منه من طريقته ومن اسلوبه فرشور هيرجع، لانها مش هيحس انه مكروه من زوجته وابنه بس، لا ده ممكن يكون باباه ومامته لو هم فير انف هيعدلوا، هيقولوا له لا حرام دي بنت ناس. فهي اكيد عارفه مين في العيلة له كلمة عليه، مين في الكنيسة له كلمة عليه. هي تنقي الشخصية اللي هو يعمل لها حساب يا جماعة. طب مدام نيفين، يمكن هي في أول كلامها ربطت ده بموضوع يعني اللي احنا فتحناه في النقاش في أول الحلقة، إن هي قالت أنا كنت بعاتب كتير في الأول ودلوقتي الموضوع يعني بقى أكبر من فكرة إنها تعاتب. حضرتك مع أنهي اتجاه؟ هل أنا أعاتب كل ما أبقى متضايق اللي قدامي، ولا أسكت عشان الحياة تمشي، بتهان مثلا بتضرب أفوت؟ راجل برضو يعني ممكن، ده في ستات بتبقى لسانها ما بتفوتش كلمة، حتى الكلام بيبقى إهانة لرجولته بيبقى مش قبله، فأفوت دايما واجي على نفسي، ولا أعاتب وما فوتش حاجة؟ هي ده على حسب الشخصية اللي بتمثل لك العتاب. يعني لو شخصية زي الست دي وزوجها لا لازم طبعا تعاتب، ما ينفعش تسكت، هي مش واحدة صاحبتها تخاصمها وتمشي، مش هينفع. وفي ناس حساسه لما تحسك زعلانه هتاخد بالها انها ضايقتك. الواحد يفضل ما يردش وهو زعلان وغضبان. يعني انا كان يجي لما يحصل موقف زي كده في مجال عملي، حد ضايقني، حد تطاول في التليفون، اي حاجه، اقول له طيب خلاص شكرا وربنا يرتب، لاني قطعت او لقيتني قطعت ما اتكلمتش فتره او اي حاجه، يبقى اكيد انا زعلت الشخصيه دي. لكن ما ردش غير لما اهدى. بس لازم ارده في حدود اللياقه والادب. صحيح. لو انا بقى الشخصيه دي
حتى لو مش هرد في ساعتها بحيث تطلع ردودي قاطعه تبوظ الدنيا وتكسر اكتر. حتى لو مش يعني حتى لو انا هقطع علاقتي بالشخص ده مش هينفع اتعامل معاه تاني، لكن برضو ردودي لازم تبقى في حدود اللياقه والفاظي بنقيها اللي بتكلم او بعاتب بيها. بالظبط كده، خلاص شكرا تمام عن اذنك او عن اذنك، وبقفل خلاص. اتقفل الباب. مظبوط اتقفل الباب. بس بتبقى اديتي له فرصه كذا مره مثلا يعني ما ينفعش ان انا اعاتب ويرجع يغلط تاني، ويعني زي اسحاق ما بيقول انا ممكن ارد في ساعتها. ساعات اللي الرد بيستوجب في ساعتها طبعا غلط، وانا قلت ان هو بيبقى غلط، دي حاجه مش صح يعني، مش حاجه كويسه. بس لما يوصل للتطاول يا اسحاق هتضطر ترد في ساعتها. بس يعني بس في تقول له المناقشه وقفت لحد كده خلاص. بس في نقطه مدام نيفين، حضرتك قلت في ناس تغلط وتكرر يعني في انسان زي ما احنا بنقول عليه كده في حياتنا غلط تمام، مهما تعملي فيه هو غلط، هو ده ما ينفعش غير ان هو يعني لو موجود في بيت عمل نشيله، لو موجود في بيت يعني نتجنبه، هو بني ادم غلط يعني بيبقى طول الوقت عايز يغلط وطول الوقت. انت معاك حق يا اسحاق، ده لو في مجال عمل هتلفت نظره وتجيب جزه تعمل اي حاجه. أي. لكن لو في البيت زي المدام دي حاجه سيئه جدا. حاجه سيئه جدا. وهي لازم ما تخافش وما ترضخش، يعني تبتدي تبين للناس قد ايه هي متضايقه، فاللي هيقف في صفها اكيد هيجي وقت ويحرج. ايوه لما يحس ان تصرفاته غلط. صحيح. لدرجه ممكن تقول للابونا في الكنيسه ده ابني لقط منه كذا كذا، نيجي بقى للابن تبتدي هتقول له لا يا حبيبي بابا عشان كان متضايق ما ينفعش احنا نعمل كده، وانت شايف ماما بتعمل كده. تقارنه بنفسها عشان تعلمه الصفات الكويسه. يعني برضه مدام نيفين كده في رسالة إيجابية أنا خدتها من كلام حضرتك ده دلوقتي، إن أنا لازم أبقى إيجابي مش سلبي، يعني لما الحاجة دي مش عجباني أو هتسيء ليا أو هتضر ولادي مهما كانت خارجة من مين لازم أقف وأقول لأ، يبقى ما أكتمش وأفوت، لازم أقول لأ وأعترض. تمام. السيد المسيح لما جه العبد يضربه قال له لماذا تضربني؟ صح. أنت بتضربني ليه؟ بالظبط كده، انا ما ينفعش ابقى خانع وسلبي لا طبعا مظبوط. لا 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 ده كده بيخلي اللي قدامي يزيد في جبروته يتمادى. طبعا انه هيفضل شايف نفسه صاحب حق واللي بيعمله ده عادي وصح. لا والفراعنه في مصر كتير. صباح الفل عليك. صباح الفل. شكرا لحضرتك يا مدام نيفين، نورتينا يعني وبتفرحينا بمداخلتك الحلوه وارائك الجميله، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم دايما، صباحكم جميل عليكم. صباح الفل على حضرتك. شكرا.